باسمه تعالى إلى الرأي العام العالمي. نحن كمجلس الإدارة الذاتية والديمقراطية في سنجار تجمعنا هذا اليوم لعقد اجتماع طارئ واستثنائي، وكان محور الاجتماع حول التهديدات الأخيرة من حكومة الكاظمي على سنجار. وكان موقفنا ومخرجات الاجتماع كالآتي: عاش المجتمع الأيزيدي منذ آلاف السنين على هذا الأرض المقدس بلغته وعقيدته، وتشهد التاريخ بأن المجتمع الأيزيدي لم يعتدي أو يظلم المكونات الأخرى، وكان يتعامل معهم على أساس الصداقة والتآخي. ولكن مع الأسف رغم موقفنا السلمي تعرضنا إلى حملات الإبادة عشرات المرات على أيدي الظالمين والإمبراطوريات السلطوية. كما هو معلوم لدى الجميع بأن ملف حماية سنجار قبل الإبادة كانت بيد حكومة بغداد الاتحادية وحكومة حزب الديمقراطي الكردستاني، وعندما هاجم تنظيم داعش الإرهابي على سنجار لقد تركوا سنجار دون حماية وهربوا من سنجار بدون مقاومة، وقبل انسحابهم لم يتركوا أي وسيلة أو أسلحة لأهل سنجار للمقاومة. لذلك يتحمل حكومتي بغداد وأربيل مسؤولية إبادة المكون الأيزيدي. وعند حدوث تلك الكارثة والجريمة التاريخية ضد الإنسانية والذين وصلوا إلينا لإنقاذنا أبطال قوات حماية الشعب هبك ويبهك، وبقدوم وتواجد تلك القوات نجا من تلك الإبادة مئات الآلاف من أبناء المكون الأيزيدي، وبدأنا بالنضال وتنظيم أنفسنا للدفاع عن الأرض والعرض وتشكيل جبهة المقاومة لطرد وهزيمة داعش الإرهابي. وناضلنا بشكل فعال حتى نهاية داعش وسقوط تلك القوة وإنهائها. ومن خلال المقاومة والدفاع عن جغرافية سنجار قدمنا ما يقارب 400 شهيد وأكثر من 1000 جريح. والنتيجة لهذه الحملة ضد شعبنا حيث تركت المنطقة بأكملها وتعرضت للقتل والخطف والتهجير والتجارة بأطفالنا ونسائنا، ولا زال مسير الآلاف مجهولة دون بذل أي جهد حكومي للبحث عنهم، ومقابر جماعية متروكة تحت ظروف الجوية منذ 7 سنوات. وإثناء حملة الإبادة 73 أخذنا منها تجربة ودروس قاسية، وقد تبين لنا وللجميع أن الأيزيديين دون حماية من أي طرف، ولا يمكن لأي قوة أن تحمينا من الإبادات القادمة المحتملة. ولهذا السبب لا يمكن أن نعتمد ولا نثق بأي قوة أن تقوم بحمايتنا من الناحية الأمنية والسياسية. نحن الشعب الأيزيدي في العراق نطالب العيش مع إخواننا العراقيين وفق مبدأ المساواة وتحت مظلة الإدارة الذاتية والديمقراطية وفق القانون والدستور العراقي، لكوننا أصحاب خصوصية دينية ولغوية وعقائدية وثقافية، والعمل وفق مبادئ وموادئ الدستور. كما يحق لنا أن نملك قوة خاصة لحماية مناطقنا تابعة للحكومة الاتحادية. ونحن في الإدارة الذاتية والديمقراطية وفي السنوات الماضية ومن أجل ضمان حقوقنا المشروعة حاولنا وبطرق الحوار والمناقشة مع جهات محلية ودولية وقدمنا مشاريع الحل. وللأسف قامت حكومة الكاظمي بدلا عن الاستماع وتجاوب مع مطالبنا ومقترحاتنا قامت بالاتفاق مع حكومة الاحتلال التركي وحزب الديمقراطي الكردستاني الخاسر لمواجهة داعش في سنجار، ووقعت الاتفاقية معهم في التاسع من أكتوبر عام 2020 اتفاقية التآمر علينا رغم ظروفنا. وهذه الاتفاقية تهدف إلى التجاوز على السيادة العراقية وتصفية إرادة مقدرات المكون الأيزيدي. لذلك ومنذ البداية أعلننا عن موقفنا الرافض لهذه المؤامرة ونعتبرها استمرار لحملة الإبادة على شعبنا.
خلال الستة أشهر الماضية التجأنا وحاولنا بجميع الطرق ووسائل الحوار وفق مبادئ الديمقراطية، كما بينا للجميع رفضنا القاطع لهذه الاتفاقية من خلال لقاءاتنا المتكررة مع الجهات السياسية والحكومية، كما بادرنا بالكثير من الخطوات المهمة والإيجابية من أجل تجنب لغة العنف وتعقيد الأزمة، وتلقينا الكثير من الوعود من حكومة الكاظمي للحلول الجذرية للمنطقة من جميع النواحي، إلا أن تلك الوعود لم تنفذ من قبل الجهات المعنية رغم مطالبتنا بذلك. وبتاريخ 15 آذار 2021 تم عقد لقاء بين وفد حكومة الكاظمي والهيئة الرئاسية للإدارة الذاتية، وفي هذا اللقاء قدمنا مطالبنا بكل وضوح وأوضحنا لهم مشكلة سنجار إنها سياسية وليست أمنية، وطريقة فك هذه العقدة وحل هذه المشكلة هي الاعتراف بالإدارة الذاتية في سنجار، وسوف تحل جميع القضايا العالقة بهذه الطريقة. واستمع الوفد الحكومي إلى مطالبنا وأوضحوا لنا بأنهم سوف يدرسون مقترحاتنا، وفي الحديث طالب الوفد من الإدارة الذاتية تصفية قوات الأسايش وانتشار الجيش الاتحادي بأعداد كبيرة في جبل سنجار، وأمهلونا في النقطتين أعلى إلى يوم 1 نيسان 2021. وبالنسبة لنا هذا اليوم لها أهمية تاريخية، حيث تم انسحاب قوات الدفاع الشعبي هبكة من سنجار. إدارتنا لا ترى تلك المطالب مناسبة، لذلك نرفضها جملة وتفصيلا. نحن الأيزيديين ومعنا المكونات المتعايشة نثق بقواتنا اليبشة وأسايش يزيد خان لحمايتنا. عندما ترك قوات بغداد وأربيل منطقتنا وشعبنا العزل يواجه الإبادة، فأن قوات اليبشة والأسايش قامت بحمايتنا، وكما قامت الإدارة الذاتية بإدارة شؤون المجتمع الأيزيدي وتقديم الخدمات الأساسية لهم حسب الإمكانيات الذاتية البسيطة. السؤال يطرح نفسه، ما ضرورة انتشار الجيش بهذا العدد في جبل سنجار؟ علامة استفهام. علما توجد قطعات الجيش الاتحادي والشرطة المحلية في الجبل، ومعها قوات اليبشة أيضا قوة عراقية رسمية تحمي الجبل. هل لا تعلم الحكومة العراقية بوجود مراقد ومقدسات الديانة الإيزيدية في كل أنحاء جبل سنجار؟ نحن في الإدارة الذاتية والديمقراطية في سنجار نجدد موقفنا مرة أخرى ونرد على حكومة بغداد. نحن كمواطنين عراقيين نطالب بحقوقنا الدستورية والإنسانية وكل ما نطلبه قانوني ودستوري، ونقترح لحل المشكلة لدينا مشروع الإدارة الذاتية والحماية الذاتية الخاصة. لذلك نحن مستعدون للحوار وحل الأزمة لإفشال مخططات المحتلين، ونحن لا نتمنى حدوث صراع عسكري في سنجار، وهذا لا ولن يخدم العراق. ومن جانبها تقوم حكومة الكاظمي بتهديد المكون الأيزيدي باستخدام القوة، وكما إن البعض من الضباط والقادة الجيش تهددنا بالقتل والدمار. نحن لا نخشى تهديدات أحد، ولا تستطيع أي قوة أن تعود بنا إلى ما قبل 3 آب 2014، وإذا استخدمت ضدنا أي قوة غير الحوار والمفاوضات سوف نقوم بالدفاع عن أنفسنا. عن أنفسنا ومجتمعنا، ونحن لا نستطيع أن نترك مجتمعنا دون حماية عرضة للإبادات. ولهذا السبب لن نقبل بتصفية الأسايش قوات الأمن الداخلي في سنجار،
ودخول الجيش في أماكننا المقدسة، وحسب عقيدتنا أيضا لا تسمح بذلك. وإذا أصرت الحكومة على ذلك وأقدمت على خطوة مماثلة سوف ندافع عن أنفسنا. عليه نحن نحث جميع الجهات السياسية في العراق والأطراف الكردية أصحاب مواقف حول حماية سنجار، كما نحث بعثة الأمم المتحدة لدورها السلبي ودعمها لسياسة الحكومة الخاطئة والنظام التركي المحتل، وموقفهم تعمق الأزمة إلى دون حلول. نطالب بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وقوات ناتو وبالأخص الولايات المتحدة الأمريكية أن يلعبوا دورهم والوقوف أمام المؤامرات المخططة ومنع حدوث صراعات والمزيد من الكوارث والفوضى ضد الإنسانية، وخاصة في منطقة سنجار وسهل نينوى. عاش العراق، عاشت مقاومة سنجار، عاشت الإدارة الذاتية، تسقط الخيانة والظلم. الإدارة الذاتية والديمقراطية ومؤسساتها العسكرية والخدمية والتنظيمية في سنجار. 25 آذار 2021، مزار شهداء يزيد خان. والسلام عليكم.